خلينا نروح بس لمراسلنا احمد الجمال في استاد دمنهور وبرضه نشوف لقاءاته بعد انتهاء لقاء دمنهور وحرس الحدود بالتعادل الايجابي 1-1. كل التحيه ليك كابتن كريم وكل التحيه لضيوفك الكرام الكابتن جمال حمزه والكابتن صبري المنياوي من هنا من داخل استاد دمنهور وبعد انتهاء لقاء دمنهور وحرس الحدود بالتعادل الايجابي 1-1 معي الدكتور احمد عاشور المدير الفني لدمنهور. دكتور احمد بنرحب بيك عشيشة النهارده لقاء صعب مع حرس الحدود انتهى بالتعادل 1-1، حابب تقول ايه بعد اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بابا التحية للكابتن كريم والكابتن صبري والكابتن جمال. طبعا احنا بنلعب ماتش النهاردة ماتش قوي مع فريق عنده قدرات فردية كويسة جدا، فكنت بلعب النهاردة مقفل عليهم كويس وكنت بلعب على المرتدات، كان ممكن نخلص الماتش في نهايته من خلال 3 مرتدات متتالية، انما طبعا فريق الحرس القدرات الفردية قدر يتعادل بعد ما تقدمنا بهدف، قدر يتعادل من حاجة كنت أنا عامل حسابها كويس، حتة اللعيب عندهم أكتر من لعيب بيلعب كور ثابتة كويس، وإنما هي طبعا مع ضغط اللعيبة أدت القصة دي كويس، بس هي يعني وارد الأخطاء، خطأ فاول قدروا يتعادلوا، إنما الحمد لله إحنا بنلعب مع فريق قوي، لعيبتنا مضغوطة شوية برضو الوضع مش كويس فمضغوطة على حمل، فالحمد لله نقول النقطة مرضية الحمد لله. يعني شفنا الشوط الثاني تراجع نسبي لفريق دمنهور، الشوط الأولاني كان فيه سيطرة، يعني هل شايف إن فريق دمنهور الشوط الثاني كان فيه تقسيم اللاعبين؟ لا، هو محدش بيأثر، هو الضغط العصبي انت عارف بيحط حمل على اللعيبه، خايفين، كنا كسبانين 1-0 خايفين على الجون، يعني بتلعب فرقه كبيره برضو فيها قدرات، لو سبت لهم المساحات ممكن يقدروا يترجموا الحاجات دي الخطوره، فهي الحاجات دي بس اللي خلت اللعيبه تتراجع شويه، انما محدش بيأثر الحمد لله، لعيبه مخلصه بتعمل اللي عليها وكل واحد حسب قدراته. يعني فريق دمنهور فريق كبير، الفتره القادمه شايفها ازاي؟ وشايف ان فريق دمنهور قادر جاية على العودة السنة الجاية للمنافسة وصعود الدوري الممتاز؟ والله يعني الكرة دلوقتي مش زي زمان، يعني ممكن تكون الفرقة السنة دي مش موفقة تتعمل فرقة أحسن وأقوى السنة الجاية، ممكن فرقة السنة دي كويسة، تغيير المدربين كتير واللعيبة الكتير بيخلي الفرقة من في سنة حاجة وفي السنة اللي بعدها حاجة، وشفنا أكتر من نموذج، يعني فرق كانت بتنافس على الصعود بص تلاقيها بعيدة، فرق كانت بعيدة تلاقي السنة دي بتنافس بشكل على الصعود، فهي يعني الكرة وارد طبعا دمنهور فريق كبير وان شاء الله نقدر نعمله فريق يرجع تاني للوضع دمنهور ان شاء الله. نشكرك كابتن احمد وتوفيق لحضرتك. شكرا. لا زالت لقاءاتنا مستمره كابتن كريم، معي الكابتن حماده جلال صاحب الهدف الاول في لقاء اليوم لفريق دمنهور. كابتن حماده مرحب بك عشيشة النهار. اهلا بك يا كابتن، والحمد لله النهارده على البونت، رغم ان ده مش مكان دمنهور اللي احنا فيها، بس سبب الضغوط اللي علينا مش قادرين نطلع الكره اللي عندنا طبعا، وفي ضغط علينا كبير يعني، فده مؤدي لسوء برضو نتائج وسوء اداء، فربنا يوفقنا ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله دمنهور تبقى في مكان احسن من كده ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله. يعني شفنا الشوط الاول كان فيه سيطره نوعا ما لفريق دمنهور، الشوط الثاني كان فيه تراجع كبير، يعني من وجهه نظرك ايه اسباب التراجع؟ والله طبيعي يا كابتن، زي ما انت فاهم بقول لحضرتك في ضغط علينا، فاحنا عاوزين نحافظ على الهدف، فده كان ممكن اثر علينا شويه، اللي احنا بدانا نحتفظ ورا ونرجع ورا شويه، فهم بداوا يسيطروا على المباراه، بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على البونت، واللي جاي ان شاء الله يكون افضل باذن الله. مشكور كابتن حمد. شكرا يا كابتن. كابتن كريم حابب اقول لك ان النهارده التعادل الرابع التوالي بين فريق حرس الحدود وفريق دمنهور، عوده مره اخرى الى استوديو استاد بلدنا والكابتن كريم تفضل لك كلمه.